تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. نتساءل في هذه الحلقه لماذا انتزع الديمقراطيون الاغلبيه داخل مجلس النواب الامريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بالرغم من ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الامريكي على يد ترامب وانخفاض وتراجع نسب البطاله، ولماذا احتفظ الجمهوريون باغلبيتهم كما هي داخل مجلس الشيوخ. نتساءل ايضا ما هي الانعكاسات المباشره على هذه الانتخابات، كيف سيتعامل ترامب والحزب الجمهوري مع الاغلبيه الديمقراطيه الجديده، هل من تاثير مباشر على القوانين الفيدراليه الداخليه للولايات المتحده الامريكيه كقوانين الهجره وملف الصحة وملفات التجارة، هل من تغيير أيضا في السياسة الخارجية الأمريكية، هل تعود الملفات كما كانت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما الديمقراطي؟ هذه الأسئلة وغيرها وقراءة متأنية في هذه الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتابعونها في هذه الحلقة بعد الفاصل. قبل أن نبدأ النقاش دعونا نتابع هذا التقرير الذي يرصد الولايات وعملية التصويت بشكل عام، أي ولايات كان فيها قبول على الانتخابات أو على التصويت بشكل عام، أي ولايات أعطت أصواتها إلى الديمقراطيين إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة والفوز بهذه الأغلبية. نتابع التقرير ثم نعود لنظرة أكثر شمولا وتحليلا على هذا الملف الهام. يشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اختبار حقيقي على رئاسته مع إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ورغم أن هذه الانتخابات لا تحظى عادة بنفس القدر من الاهتمام الدولي الذي يحظى به السباق الرئاسي، إلا أن هذا لا ينفي مدى أهمية التصويت على الصعيد الداخلي الأمريكي وانعكاسه بالتأكيد على بعض قرارات السياسة الخارجية المهمة. ويأمل الجمهوريون أن يواصلوا هيمنتهم على المجلسين، لكن المخاطر كبيرة للغاية للرئيس ترامب، حيث أن فوز الديمقراطيين في كلا المجلسين يمكن أن يمنح حزبهم سلطة فتح تحقيقات في العديد من الجوانب الخاصة بإدارته، وعادة ما يخسر حزب الرئيس مقاعد في الانتخابات النصفية. لكن الديمقراطيون يواجهون معركة شاقة هذا العام في مجلسي الكونغرس، ويجري التنافس على 435 مقعدا في مجلس النواب و35 من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، كما يجري انتخاب 36 من حكام الولايات. وفي حال احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ فبإمكانهم الاستمرار في برنامجهم وبرنامج رئيس ترامب، أما إذا سيطر الديمقراطيون على المجلسين أو واحد منهما فقد يستطيعون عكس اتجاه سياسة ترامب. وتشير استطلاعات إلى أن الديمقراطيون قد يحصلون على 23 مقعدا يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، وكذلك 15 مقعدا إضافيا، لكن ثمة توقعات بأن يفشل الديمقراطيون في الحصول على مقعدين يحتاجونهما للسيطرة على مجلس الشيوخ. طيب، بكل تأكيد هذا التقرير رصد الفترة ما قبل التصويت، وهذه هي نقطة هامة للغاية، لأن كان هناك ثمة استطلاعات للرأي كانت تنبئ بحصول الجمهوريين على نسب أعلى أو على مقاعد أكبر أو على نصر أكبر مما تحقق بالفعل وشهدناه اليوم في هذه الانتخابات.
أرحب بضيفي الكريم دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. دعني أبدأ من سؤالي الذي تساءلت أو وجهته في بداية هذه الحلقة، لماذا انتصر الديمقراطيون بالرغم من مؤشرات الاقتصاد الإيجابية على يد ترامب؟ يعني إذا وصفنا الانتخابات الأمريكية والنتائج التي ظهرت يمكن وصفها في جملة واحدة، أن الديمقراطيون حققوا فوزا بطعم الخسارة والجمهوريون حققوا خسارة بطعم الفوز. بمعنى كان الديمقراطيون يأملون في أن تجتاح الموجة الزرقاء لشعار أو اللون المميز للديمقراطيين كل الولايات، وأن يكتسحوا المجلسين خاصة بعد الجدل حول سياسات ترامب وغيرها من الأمور. لكن جاءت النتائج ربما فكرة لا غالب ولا مغلوب، كل حقق مكاسب. الديمقراطيون حصلوا على أغلبية في مجلس النواب، وكما كانت النتائج متوقعة أن الجمهوريون حصلوا على احتفظوا بمجلس الشيوخ. وعلى فكرة مجلس الشيوخ يسيطر عليه الجمهوريون منذ أكثر من 6 سنوات، يعني حتى منذ عهد باراك أوباما. وبالتالي هنا يعني أن هناك لماذا لم يشهد مجلس الشيوخ تغييرا في نسب الفوز كما حدث في مجلس النواب؟ يعني السؤال الاثنين، لماذا فاز بالنواب واحتفظ بالشيوخ، بيعكس الى فكره ان كان هناك لكل طرف لديها اوراق في هذه المعركه الانتخابيه، وعلى قدر اوراقه حصل على قدر مكاسبه. بمعنى اذا بدانا بالجمهوريين، كان لديهم الورق الاقتصاديه، يعني الجمهوريين يتكلم عن ترامب لان الجمهوريين هم ترامب شخصيا. لديهم الورق الاقتصاديه، كما انت اشرتي الى اقل نسبه بطاله في تاريخ امريكا، اعلى معدلات للتوظيف تقريبا في كل شهر 200 ألف فرصة وجوب شعار ترامب الذي يقوله دائما. هناك انتعاش للبورصة الأمريكية. هناك أيضا ترامب يعني كان دائما يخاطب لديه قاعدة صلبة، فكرة لأن ترامب حقيقة رغم التباينات والاختلافات حول هذا الرجل، إلا أنه كرجل أعمال كيف يدير العلاقة حتى مع الناخب الذي بيده المقاليد الذي سيأتي بهؤلاء المرشحين. دائما ينطلق من شعار أمريكا أولا، حتى في الحرب التجارية أمريكا أولا. يعني هو حقق مكاسب، وما يهم يعني إذا اتفقنا أن القضايا الاقتصادية تحديدا القضايا الداخلية هي التي تحسم خيارات الناخب الأمريكي في سواء في انتخابات الكونجرس أو في انتخابات الرئاسة. لكنها لم تحسم هذه المرة اختيارات الناخب الأمريكي في انتخابات مجلس النواب، على الأقل ساعدته في الحصول أو الاحتفاظ بالاحتكار مجلس الشيوخ. في المقابل كان الديمقراطيين لديهم أوراق كثيرة استطاعوا من خلالها الحصول على مجلس النواب. اغلب اوراق الديمقراطيين ترجع الى نقاط ضعف في اداره ترامب وفي سياسات ترامب وفي قضاياه، يعني الابرز قضيه الهجره. ولذلك حتى تزامنا مع هذه الفوز، اول مره تفوز امراتين مسلمتين اضافه لامراه عربيه، ثلاثه نساء واحده عربيه ويعني اثنين مسلمتان. هذا يعني كان رساله واضحه لترامب برفض سياسات الهجره، لفظ خطاب ترامب حول الهجره، فكره ان المجتمع الامريكي شهد انقساما وحاله من الاستقطاب. حتى بدأ هناك نوع شعور من الفزع لدى حتى الكثير، ليس فقط الديمقراطيين والمستقلين والمترددين، ولكن داخل الحزب الجمهوري. يعني قبل الانتخابات ظهرت موجة العنف والقتل، كان آخرها الاعتداء على المعبد اليهودي والكنيسة اليهودي في بنسلفانيا، وقبلها حوادث القتل في المدارس وانتشار السلاح. بدأ المجتمع الأمريكي يشعر أن سياسة الاستقطاب والكراهية والتنابز بالألفاظ بين الأحزاب، بين الحزبين وبين ترامب والإعلام، ومنية بدأ يشيع نوع من ثقافة العنف وفي المجتمع الأمريكي. هذا كان ردها هو في مجلس النواب. هو لماذا لم يكن ردها بالمثل في مجلس الشيوخ؟ أنا نقطتي أو سؤالي، إذا كان كل طرف، وده بديهي، أو كل حزب يمتلك أوراقا يلعب عليها لدى الناخب الأمريكي، هل كانت الأوراق أقوى لدى من ترشحوا أو لدى من صوتوا للمترشحين في مقاعد مجلس النواب عنه في مجلس الشيوخ؟ هو بالطبع هي جزء منه عامل فني خاص بتركيبة المرشحين وتركيبة المجلسين. تمام. بمعنى مجلس الشيوخ خرج منه في مجلس النواب خرج 86 نائب من الجمهوريين لم يترشحوا، لأنه تغير على المجلس كله 435. أيوة مظبوط. هذا أعطى فرصة للديمقراطيين أكثر أنهم يتقدموا بمرشحين. تمام. وبالتالي كان لهم حظوظ. مجلس الشيوخ هناك مشكلة فنية، أن ما يتم التصويت عليه 35 مقعد. هذا ال 35 مقعد اللي بيتم التجديد لهم مظبوط 24 مقعد منهم من الديمقراطيين، يعني هم خرجوا أصلا من الديمقراطيين، وبالتالي إذا عادوا فهم أصلا من الديمقراطيين. كانت معركة صعبة في الحصول على 9 مقاعد إضافية إضافة ل 24 مقعد
الذين من الديمقراطيين، يعني جاء فاز الديمقراطيون، خرج الديمقراطيون وجاء مكانهم ديمقراطيين. كانت المشكله في 9 مقاعد من الجمهوريين، ولذلك كانت معركه صعبه جدا في مجلس الشيوخ. الامر الثاني مرتبط بتركيبه الولايات، يعني مجلس الشيوخ في كل ولايه مقعدين على عكس مجلس النواب. هناك مسمى الولايات ذات العدد الاكبر في مجلس النواب، كاليفورنيا، كنتاكي، تكساس، فلوريدا، كثافتها التصويتيه وبالتالي هنا الكثافه العدديه حتى الاعضاء اعضائهم في مجلس النواب على يعني كل ولايه لها عدد يتناسب مع عدد السكان. هذا فرق كثيرا في ايضا في فوز الديمقراطيين وفي تعدد المرشحين. ربما هذه كلها عوامل، لكن في اعتقادي ان حتى الديمقراطيين كانوا يتوقعون اكتساح مجلس الشيوخ، لكنهم ايضا كما قلت اوراق الضغط لدى ترامب، طبيعه تركيبه مجلس الشيوخ ونمط التصويت والتجديد الثلث ربما كان محجم لهم في عدم الحصول. حتى في مجلس النواب لم يحصلوا على الاغلبيه الساحقه، يعني هم تقريبا يعني تجاوزوا ال 220 مقعد، يعني الاغلبيه 218، هم سيصلوا ربما ل 229 مع النتائج النهائيه، لكن ليست بالغالبيه الساحقه كما كان الجمهوريون يسيطرون. فوز متقارب يعني فوز بين متقارب. الحزبين لكن في النهايه دائما المزاج الامريكي والعرف الامريكي هذه مرتبطه بالسياسه الامريكيه والنظام الانتخابي الامريكي. دائما ان حزب الرئيس يخسر في انتخابات تجديد النصف، يعني بيل كلينتون في 94 بعد فوزه، وبيل كلينتون يعني حقق نتائج اقتصاديه، وهو الذي قال لبوش الاب انه الاقتصاد يا غبي، ومع ذلك خسر الانتخابات النصفيه حزبه قال الديمقراطي في 94. بوش الاب هو فاز في انتخابات تجديد النصف في فترته، لكنه لم يكمل ولايته، كانت هذه مفارقه في بوش الاب. ايضا اوباما كان رمزا الحلم الامريكي وكذا، خسر في انتخابات 2010 انتخابات قال التجديد النصفي. الجديد هنا ان كانت الخساره على المجلسين لاول ما هذه المره الجديد او المختلف انه خساره، يعني كسب احد المجلسين وخساره الاخر. هذا بيعني رساله او يعني دلاله ومؤشر ان ترامب ربما رغم الجدل وسياساته وشعبوياته وارتباطه باليمين المتطرف والخطاب الكراهيه، الا انه على الاقل الورقه الاقتصاديه التي كان يدغدغ بها مشاعر، او ربما لانه اراده حزب، او ان الحزب الجمهوري حتى وان اختلف مع سياسات ترامب، لان كثير من الجمهوريين يختلفون مع سياساته، الا انه هم يرغبون ايضا في فوز حزبهم امام الديمقراطيين. دعنا نذهب مباشرة إلى نيويورك، معنا من هناك مراسل النيل كريم عوض الله. كريم، من خلال متابعاتك لهذه الانتخابات، ما الذي كان يدور في خلد أو أذهان الناخب الأمريكي في هذه الانتخابات، انتخابات تجديد النصفي، حتى يفوز الحزب الديمقراطي بهذه المقاعد أو بأغلبية المقاعد داخل مجلس النواب؟ ويمكن زي ما الاستاذ اللي كان بيتكلم مع حضرتك قبلي قال، ان من المعتاد ان الحزب اللي تابع ليه رئيس الجمهوريه في الولايات المتحده الانتخابات النصفيه بيبقى الحزب بتاعه بينص، يعني بيقل عدد تمثيله داخل الكونجرس و الهاوس اوف ريبريزنتيفز، سواء مجلس الشيوخ او مجلس النواب. ولكن في هذه المره على فكره الاقليه او الخساره قليله، هي في مجلس الهاوس اوف ريبريزنتيفز بس، مش مجلس الشيوخ، مجلس النواب بس هو اللي خسروا بعض المقاعد. يمكن الديمقراطيين كان عندهم حالة من الزهو والفخر، وكان عندهم يعني آملين بشكل كبير جدا ان هم هيسيطروا على حزب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن كان الفوز ضئيل بس في مجلس النواب، وده بيهايلايت او بيوضح ان الولايات المتحده الامريكيه والناخب الامريكي عنده مشكله. اختلف مع ضيف حضرتك السابق ان هو بيقول ان الاقتصاد هو العنصر الاساسي والمحرك الاساسي لناخبين الحزب الجمهوري. انا بعتقد بشكل كبير جدا ان الهجره الغير الشرعيه هي الجزء الاساسي والمحرك الاساسي وراء فوز الحزب الجمهوري اكثر من الجزء الاقتصادي. الاقتصاد كان على فكره في حاله تحسن ايام اوباما كمان. طيب، لا، احنا ذكرنا، انت استمعت الى جزء فقط يا كريم. احنا ذكرنا انه احد المؤشرات او كان دائما المؤشر الاساسي هو المؤشر الاقتصادي، لكن في هذه الحاله الامر يختلف، لانه معدلات الاقتصاد ومؤشرات الاقتصاد في ارتفاع، ومعدلات البطاله في انخفاض، نسب البطاله. طيب، من خلال ايضا الولايات اللي صوتت للديمقراطيين
وهل في هذه الحالة لدى المايند سيت أو يعني الفكر الخاص بالناخب الأمريكي الملفات الخاصة بالهجرة، ملف الصحة على سبيل المثال، كل القوانين الفيدرالية أو القرارات اللي اتخذها ترامب والحزب الجمهوري في الفترة الماضية، هل يعني يدعو ذلك الناخب الأمريكي إلى مواصلة تغيير ما، هل سيتم بفكرهم بعض التراجع أو الجدل على القوانين اللي اتخذها ترامب؟ هو بالفعل النقاط اللي حضرتك قلتيها هي نقاط مؤثرة وهامة جدا في الانتخاب في هذه المرحلة الانتخابية. كان من أهمها الهيلث كير أو الأوباما كير، وهي التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن الحزب الجمهوري من المعروف عنه إن أغلب، أو مش هقول أغلب، يعني نسبة كبيرة من كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية هم بيتبعوا الحزب الجمهوري، وهذه الفئة هي يعني أكثر الفئات تأثرا بإلغاء أوباما كير والتأمين الصحي المجاني لكبار السن. فعلى الرغم من دعمهم للحزب الجمهوري ولدونالد ترامب، إلا أنهم لا يزالوا رافضين لمبدأ إلغاء التأمين الصحي لكبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية. فده كان من الحاجات اللي الناخب الأمريكي رافضها، وحتى داعمين دونالد ترامب كانوا يشعروا بشيء من الحساسية والغضاضة تجاه ميله إلى إلغاء أوباما كير. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم عوض الله مراسل نيل مباشرة من نيويورك. أعود مرة أخرى دكتور أحمد سيد أحمد ضيفي هنا في استوديو الاتجاه شمالا. دكتور، والآن وبعد أن اتضحت الصورة بهذا الشكل، تبعات هذا المشهد السياسي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنه أغلبية الديمقراطيين ده معناه أنه اللجان داخل الكونغرس أو داخل مجلس النواب ستكون محكومة بشكل كبير من الديمقراطيين. يعني لو تكلمنا حتى عن تداعيات هذه النتيجة على مستقبل العلاقات بين بين البيت الابيض والكونجرس والتاثير على العلاقات على القضايا الداخليه تحديدا، هنلاحظ امرين. الامر الاول، هناك قضايا جدليه شائكه يحتاج ترامب لتمريرها، خاصه قضايا الرعايه الصحيه، الغاء قانون اوباما كير وقانون الهجره، ثم وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك المرتبط ايضا بقضيه الهجره، وهناك قضيه التامين الصحي وغيرها من القضايا، وموضوع الضرائب اساسا برضه هناك تعارض. هنا نلاحظ مفارقه غريبه، إن في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس، على مجلس النواب والكونجرس في العامين الماضيين، لم يستطع ترامب تمرير هذه القانونية. يعني هو فشل في إسقاط أوباما كير، المفروض هذا القانون ينتهي في 2019، وحتى الآن لم يقدم له بديل مقنع للجمهوريين قبل الديمقراطيين. ولذلك كما قال ضيفك أن الجمهوريين يوجين ماكين تحديدا وقف ضد هذا القانون وكان رافضا. الأمر الثاني قضية الهجرة، يعني حاول حتى الضغط على الديمقراطيين وتقديم تنازلات فيما يتعلق بالميزانيه الفيدراليه مقابل ان يمرروا قانون الهجره، رفضوا ايضا الجمهوريين قبل الديمقراطيين. ولذلك في القضايا الداخليه عانى ترامب في اداره علاقاته مع مجلس النواب تحديدا، في ظل حتى في ظل الجمهوريين، وبالتالي فوز الديمقراطيين هذا بيعقد من العلاقه ومن التشريعات، هذا ربما يحجم ويغير كثيرا من رؤيه اوباما ترامب تجاه قضيه الرعايه الصحيه اوباما كير وقضيه الهجره وقضيه الضرائب، لان الجدل المرتبط بامريكا هناك رؤيتين، هل الديمقراطيين فكره البوتقه الامريكيه، النظام الامريكي المفتوح، التعدديه، التنوع العرقي والاثني، ولذلك كانت الرساله في زياده عدد النساء وزياده النساء من غير بيدو من الاقليات ومن المسلمين ومن غيرها من الديانات الاخرى. في المقابل ترامب هو يستخدم هذه فزاعه، يعني هو قبل الانتخابات ارسل 5000 وقال انه سيزيد من 5000 جندي امريكي الى الحدود، وقال انه سيزيدهم الى 15000 بما يوازي قوات امريكا في افغانستان او غيرها من الامور، لمواجهه طوفان الهجره غير الشرعيه من امريكا اللاتينيه الى عبر الحدود مع المكسيك الى امريكا. وبالتالي هنا كان يحاول يخاطب ان امريكا معرضه للخطر، فكره الهجره والطوفان هذا سوف يهدد البطاله الوظائف. حتى وصل الى انه كان يناقش الامر المتعلق بالمواليد داخل الولايات المتحده من جنسيات اخرى. طيب، حتى حول الى واشنطن
لأنه بينضم إلي من هناك السيد إيهاب عباس الباحث في الشؤون الأمريكية. تحياتي لك أستاذ إيهاب أولا. والفكرة الرئيسية في تبعات النتائج الخاصة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ودعنا في صورة المشهد لديك في الولايات المتحدة الأمريكية، التأثيرات على الداخل الأمريكي، ثم نتحول إلى الخارج. أهلا بحضرتك وأهلا بضيف حضرتك في الاستوديو وبكل المشاهدين. طبعا نتائج الانتخابات هي كانت نتائج متوقعة، متوقع أن الحزب الديمقراطي يستطيع إعادة السيطرة على الكونغرس، على مجلس النواب تحديدا طبعا. وده عادة اللي بيحصل في انتخابات التجديد النصفي، يعني ليس هناك جديد في هذا الأمر أن يفوز دائما الحزب الذي ينافس حزب الرئيس. الجديد هذه المرة هو دخول شخصيات يعني لمجلس النواب. هناك أول مثلي يدخل لمجلس النواب، هناك أول امرأة مسلمة ومحجبة تدخل مثلا لمجلس النواب، وبعض الملامح الأخرى. الأمر الذي من الممكن أن يكون يشكل نوع ما اضطراب لدى ترامب خلال الفترة القادمة، طبعا بعض الملفات التي سيفتحها من جديد الديمقراطيون، وأيضا هناك تحديدا الأمر الذي يقلق ترامب والحزب الجمهوري جدا، هي مسألة الامبيتشمنت أو مسألة طرح الثقة في إعادة طرح الثقة في الرئيس ترامب. يعني لو الحزب الديمقراطي بناء على التحقيقات اللي بتحدث الخاصة بتدخل روسيا في الانتخابات، بالفعل تدخل روسيا في الانتخابات مع بعض المشكلات المالية والتحرشات التي حدثت من الرئيس قبل ذلك، بمثلا قضية السيدة ستورمي دانييلز، كل هذه الأمور من الممكن أن تؤدي في النهاية إلى إحداث. طب أستاذ إيهاب، طيب هل تتوقع من خلال قراءاتك إنه الحزب الديمقراطي بهذه الأغلبية بال 229 مقعد سيستخدم بالفعل هذه الملفات ضد ترامب، قضية التحرش وقضية التدخل في الانتخابات من قبل روسيا، أم أنها ستستخدم فقط لتمرير تعديلات خاصة بقوانين فيدرالية أخرى لم يوافق عليها الديمقراطيون فيما سبق كملف الصحة على سبيل المثال والهجرة؟ هو إذا ما اختار الديمقراطيون أن يلعبوا اللعبة سياسيا بصورة يستفيدون منها بصورة كبيرة، يستطيعون بالفعل أن يمرروا العديد من القوانين التي كان الجمهوريين قد وقفوا عائقا أمامها خلال الثمان سنوات الماضية منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأمريكي. لكن إذا ما أراد الديمقراطيون التخلص من الرئيس ترامب، وهو أيضا أمر لا يمكن، يروح هناك ديمقراطيون وقادة ديمقراطيون يريدون أن يتخلصوا من ترامب وسياساته بصورة حقيقية وكبيرة، طبعا نتحدث على المستوى السياسي، وبالتالي من الممكن أن نشهد طرح ثقة في الرئيس، ولكن ليس على المدى القريب. أعتقد سنشهد في البداية بعض اللغط وبعض المواجهات بين الرئيس ومجلس النواب وبين الرئيس ولجنة التحقيق الخاصة مولر في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الماضية، وكل هذه الأمور سيتم بناء عليها تأجيج الرأي العام الأمريكي والمواطنين الأمريكيين، وربما إعدادهم مسبقا لاحتمال أن يذهب هذا الرئيس ويكمل الفترة نيابة عنه نائب مايك بينس حتى الانتخابات القادمة، لربما هذا أيضا يحدث. طيب سيد إيهاب، السؤال الأخير متعلق بالإعلام. منذ فوز أو تولي الرئيس دونالد ترامب وهناك عداء واضح وربما مجيش من الإعلام اللي بيسيطر عليه الديمقراطيون بشكل حتى واضح، يعني في تربص وفي ترصد لكل تحركات ترامب وأسرته في هذه المرحلة،
هل في الفترة القادمة سيشهد هذا الملف العلاقة ما بين الإعلام وبين الرئيس المزيد من التربص والترصد؟ طبعا ستشهد المزيد من التربص طبعا والترصد، لأن الآن الإعلام الذي يكرهه ترامب ويصفه بالعديد من الأوصاف غير الحسنة كما يعتقد الديمقراطيون والجمهور الأمريكي، هذا الإعلام الآن أصبح له يد داخل الكونغرس، لأن الديمقراطيين يعني تحسب عليهم بعض القنوات الإعلامية وعلى رأسهم مثلا قناة CNN. هذه القناة قبل ذلك يعني كان يرفض التسجيل معها وكان يتم التقليل من شأن العاملين بها. الآن أصبح الديمقراطيون بلسان حالهم الإعلامي CNN داخل مجلس النواب، وبالتالي أعتقد أن تزداد بالفعل خلال الفترة القادمة يعني المواجهات بين الرئيس ترامب والحزب الجمهوري من جهة، والإعلام المدعوم الآن بيد قوية داخل مجلس النواب الأمريكي الإعلام الديمقراطي وعلى رأسه طبعا. أشكرك أشكرك شكرا جزيلا السيد إيهاب عباس الباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا مباشرة من واشنطن العاصمة الأمريكية. وجوه إذن جديدة في الكونغرس الأمريكي، رأينا أو نرى نائبات من أصول مسلمة، أخرى من أصول لاتينية، أخرى من أصول فلسطينية، نائبة ترتدي الحجاب داخل مجلس النواب الأمريكي. تعليقك أو ما الذي توقفت أمامه بخصوص ظهور هذه النماذج بهذا الشكل للمرة الأولى في تاريخ الكونغرس الأمريكي؟ يعني أعتقد أنها كانت رسالة واضحة من المجتمع الأمريكي، خاصة القطاع الليبرالي والاتجاه العام في أمريكا، رسالة برفض سياسات الكراهية، رفض سياسات التمييز وتحديث نوع من الانقسام داخل المجتمع الأمريكي، والتهميش ضد يعني الأقليات وضد المسلمين أو العرب وغيرهم. وهذه رسالة أيضا للنازيين الجدد واليمين الأمريكي المتطرف، أن المجتمع الأمريكي يظل الفكرة الأساسية فيه هو مجتمع التنوع العرقي واللغوي والديني واللون، وهذا المجتمع يتعايش. ولذلك كانت هذه الرسالة في اختيار المرأة وفي اختيار امرأتين مسلمتين إضافة لامرأة عربية من أصول لبنانية. في اعتقادي أن هذه كانت أحد أعراض أو أحد مؤشرات هذه الانتخابات، هو أن هناك رفض اتفاق مع سياسات ترامب الاقتصادي، لكن سياساته الاجتماعية والثقافية وخطابه كان هناك رفضا حتى ليس فقط من الديمقراطيين ولكن أيضا من الجمهوريين. دعينا نشير إلى النقطتين الخاصة بفكرة عزل ترامب. أعتقد أن هذه الفكرة هي فكرة كانت يعني فكرة إعلامية وحرب نفسية ضد ترامب، يعني حتى أصبحت من المستحيل الآن في ظل سيطرة أو احتفاظ الجمهوريين بالشيوخ، لأن هذا العزل إجراءات حتى بعد ثبوت تورطه أو قضايا معينة يحتاج إلى موافقة من أغلبية مجلس النواب الثلثين وأغلبية مجلس الشيوخ ثم المحكمة العليا. وأعتقد في التركيبة الحالية من الصعب الحديث عن هذا الأمر، وهو كان موضوع مجرد أوراق ضغط. القضية الثانية وتأثير الكونجرس أو هذا التركيب على السياسة الخارجية لترامب،
لان هناك قبل السياسه الخارجيه دكتور اتوقف ايضا عند امر هام. ترامب من الرؤساء القلائل اللي غير كثيرا في مستشاريه، في مساعديه، في وزراء بهذا الشكل، هل يتغير ايضا مع هذا الفوز؟ تتغير هذه الامور، التغييرات السريعه جدا في سياسات ترامب الداخليه؟ بالطبع ترامب او اداره ترامب هي من اكثر الادارات الامريكيه في تاريخ امريكا تغييرا، يعني وصول في العام الاول فقط الى 40% من فريق العمل الخاص به، هذا كان يعني حاجه ملحوظه. يفسرها امرين، الامر الاول ان ترامب هو رجل اعمال جاء من خارج المؤسسات التقليديه، لم يتربى سياسيا، هو جاء من شركه، هو يدير السياسه والبيت الابيض بمفهوم الشركه، بمعنى فكره الاستغناء عن العاملين لديه او الموظفين، يتعامل معهم بمنطق من معي ويستمر ومن لا يتم الاستغناء عنه، ولذلك ليست بالنسبه لهم مشكله. الامر الثاني ان ترامب هو ايضا يعني الناس استعجل في الاختيار، لانه كان اختار بشكل اساس من الدائره المقربه في حملاته الانتخابيه، يعني مانوفورت ومايكل فيلين مستشارهم القومي كلهم، ثم ظهرت بعد كده مشكلات خاصه بهم، خاصه بستيف بانون الذي بعضهم راح التحقيق، يعني ستيف بانون مثلا على سبيل المثال قدم اليهم اتهامات، ستيف بانون مثلا كان مستشار الامن القومي، هذا كان له علاقه باليمين المتطرف، مايكل فيلين كان له علاقه بتدخل روسيا في الانتخابات وتقاوم مع السفير الروسي، وبالتالي هو الامر اخر، وكان يريد يتخلص من كل ما يسبب له مشكلات، وكل فيهم واحد فيهم حتى في كل المجالات كان له مشكله. ربما نيكي هيلي ايضا كانت يعني قال انها ستترشح للانتخابات الرئاسيه، لكن في كل الاحوال هو ترامب وفكره المرونه والتغيير، وزير الخارجيه ايضا لم يتوافق مع بعض في بعض السياسات، فبيدير المنطق من منطق رجل الاعمال، منطق الشركه، فكره الاستغناء والجلب. في اعتقادي الان سيكون هناك دور بارز او اكثر فاعليه لهذه الاختيارات على الاقل عن طريق جلسات الاستماع اللي هيرأسها الديمقراطيون، اليس يعني كذلك؟ بالطبع هو على الاقل هو استطاع ان يكون الفريق المقرب له متناغم، يعني كلهم من متبنين افكار ترامب، سواء وزير خارجيه مايك بومبيو، سواء جون بولتون مستشار الامن القومي، سواء حتى جون كيلي كبير الموظفين، يعني المجموعه كلها متناغمه في سياسات ترامب وتبني سياسات متشدده حتى في قضايا السياسه الخارجيه. ولذلك سنشهد معدلات اقل في التغيير في الفتره المقبله، لان كان فتره انتقاليه وليس لدي خبره، وهناك كان يجامل او من اهل الثقه وكما يقولون من حملته الانتخابيه. طيب دكتور، الان فيما تبقى من دقائق في هذه الحلقه نود ان نشير الى ما هو المتوقع في السياسه الخارجيه لترامب. ترامب انسحب من الاتفاقية النووية المبرمة مع إيران، تبعات هذا الانسحاب بالإضافة إلى فرض عقوبات شديدة كان آخرها الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، عدم توافق مع الشركاء الأوروبيين، هل سيكون هناك تغييرا في هذه المواقف بشكل أو بآخر؟ فيما يتعلق بالسياسه الخارجيه، الكونجرس صحيح انه يعني مؤثر في التشريعات واقرار الميزانيات، لكن هذا الكونجرس تحديدا وحتى في ظل سيطره الجمهوريين كان له بصمه في السياسه الخارجيه، ظهرت في عده امور فيما يتعلق بالعلاقه مع روسيا. يعني الكونجرس اضافه للدوله الامريكيه العميقه حجمت ترامب وفرمله تحركاته باتجاه التقارب مع روسيا. في اغسطس 2017 اقر الكونجرس الامريكي قانون ما يسمى مكافحه خصوم امريكا في الخارج، وفرض بمقتضى هذا القانون عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية. الأمر الغريب أو المفارقة أنه تضمن هذا القانون نصا يقول أن لا يستطيع ترامب رفع هذه العقوبات إلا بالعودة إلى الكونجرس الأمريكي وبغالبية الثلاثية، بما يعني أنه كان تحجيما في هذا الأمر. فيما يتعلق بإيران أعتقد لا توجد اختلافات أو هناك شبه اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين على مواجهة الخطر الإيراني، تحجيم إيران في ملفها النووي وامتلاكها سلاح نووي، لأنها تهدد أمن إسرائيل بالطبع. ولكن الإدارة السابقة كانت تدعم الرئيس أوباما في الاتفاقية النووية اللي انسحب منها ترامب مؤخرا. انسحب ترامب، بس هو الأغلبية الجمهوريين وحتى الديمقراطيين يعني ده يرون أن إيران خطر، إيران بقى أكبر في دعم الإرهاب، ميليشياتها في الإرهابية، في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وبالتالي لا نتوقع تغير في سياسة ترامب. هي سياسة العصر والجزرة بيديرها مع كوريا الشمالية، مع حتى مع خصومه وأعدائه، يعني مع إيران وجدناها مع تركيا، استخدم سياسة العصا، فرض العقوبات، ثم تراجعت تركيا، بدأ يستخدم الجزرة ويرفع بعض العقوبات ونوع من التقارب في العلاقات. مع كوريا الشمالية فرض أقصى العقوبات، ثم لجأ إلى قمة مع كيم يونغ وفقا للشروط الأمريكية في الحوار. نفس الأمر مع إيران، أنه طرح 12 مطلب للحوار، وبالتالي استخدام سياسة العصا لأقصى الضغوط حتى يتراجع الطرف الآخر ويقبل الحوار وفقا للرؤية الأمريكية. على عكس فكرة ترامب كان يبدأ بالجزرة،
فكره الحوار والتعاون، ووجدت بانها لم تؤتي بنتائج تحقق الاهداف الامريكيه كما قال ترامب، ولذلك سيستمر التشدد تجاه ايران فيما يتعلق ايضا خطوات التقارب مع روسيا، رغم ان هناك قمه قريبه في بين الرئيس ترامب وهي القمه الثانيه، لكن العلاقات اللي هي علاقة روسيا منافس استراتيجي. فيما يتعلق بكوريا الشماليه، ربما يضغط الديمقراطيين في اتجاه الحديث عن حقوق الانسان في كوريا الشماليه، بمعنى ان ترامب يعتمد على فكره الصفقه، يعني رفع العقوبات مقابل ان تنزع كوريا الشماليه برنامجها النووي. فيما يتعلق بايران، اعتقد ان هناك اتفاق وستظل الاستراتيجيه الامريكيه واضحه، وان مستقبل هذه العلاقات مرتبط به تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، لأن النظام الإيراني في نهاية المطاف عندما يجد أن الوضع الاقتصادي والعقوبات الأمريكية تؤثر كبيرا، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل حالة الغليان الداخلي في إيران، سيلجأ إلى فكرة الحوار، لأنه نظام براجماتي يحافظ على وجوده، وهذا ربما يعطي مركز قوة لترامب. طب كان هناك أيضا اختلاف في الرؤى وفي السياسات ما بين الديمقراطيين وترامب أو الجمهوريين في ملفات أخرى، زي مثلا ملف السوري على سبيل المثال، هل هذه الملفات أيضا ستدرج بشكل سريع على أجندة مباحثات مجلس النواب؟ هل ستشهد تغييرا أيضا بشكل أو بآخر؟ لا أعتقد، يعني هي الفكرة برضو أن إدارة الصناعة والسياسة الخارجية في البيت الأبيض، الكونجرس الأمريكي، هناك لجان كذا، لكن ربما أظهر التأثير في قضية الحرب التجارية، الرسوم التجارية، لأن الديمقراطيين هم مع العولمة، مع التجارة الحرة، يرون التأثيرات، ربما هذا يضغط بشكل كبير على ترامب، لان هناك قطاعات الامن الجمهوريين تضرروا بهذه الحرب التجاريه، خاصه المزارعين ومؤيدي ترامب، ولذلك انا ربما صيغه العلاقه تقوم على فكره، يعني ترامب يدير العلاقه بطريقه مفهوم الصفقه مع مجلس النواب تحديدا، فكره تقديم بعض التنازلات والحصول على مكتسبات، يعني ربما يضحي في بعض، يتراجع في قضيه الحرب التجاريه او خاصه مع الحلفاء مع اوروبا ومع بعض الدول الاخرى، في مقابل تمرير بعض الامور، يعني هناك الميزانيه العسكريه الامريكيه، قضيه ايضا ربما يعترض عليها الديمقراطيون، لان ترامب زاد الميزانيه العسكريه ل 700 مليار دولار، والعام المقبل ستزيد ل 750 مليار، ربما هذا يرى الديمقراطيون ان هناك ازمه في الميزانيه الفدراليه، وهذا جزء مرتبط بالسياسه الخارجيه والوجود العسكري الامريكي في الخارج، يعني هناك قضايا عديده، لكن انا في اعتقادي ان المعركه الاساسيه فيما توقع في العامين الماضيين وقبل الانتخابات الرئاسيه هو معركه الضرائب، معركه الهجره، معركه الرعايه الصحيه، القضايا الخارجيه سيركز الديمقراطيون بطبيعتهم على فكره المثاليه، فكره حقوق الانسان، ويعني مراعاه هذه القيم في كثير من الدول، خاصه في كوريا، في ايران، في روسيا، في تركيا وغيرها من الامور، على عكس الجمهوريين يملون المنهج الواقعي. لكن هذا العلاقة تستمر معنا في حالة من الاستقطاب، حالة من الشد والجذب، هذه معركة ستزداد خطوة انتقالية للمعركة الأكبر، هي المعركة الرئاسية، يعني في الفترة المقبلة في هذه السنتين سيحاول كل طرف إضعاف الطرف الآخر من ناحية، العمل على كسب أوراق جديدة لتدعمه في الانتخابات الرئاسية، لأن هذه المعركة لم تكن فيها كاسب، لا غالب ولا مغلوب، الكل كسب الكل خسر، وبالتالي هنا المعركة الأكبر هي معركة الانتخابات الرئاسية. هل هذا هو أهم ما يقلق البيت الأبيض أو الرئيس ترامب في المرحلة الحالية، هو الانتخابات الرئاسية القادمة بعد عامين؟ بالطبع، يعني أنا في اعتقادي أن خطاب ترامب اليوم وحديثه إلى بلوسي زعيمة الأقلية التي ستكون رئيس مجلس النواب، وخطاب تصالحي، خطاب تهدني، هذا يعني أن ترامب ربما يكون أكثر واقعيا في التعامل مع تركيبة الجديدة للكونجرس الأمريكي، لأنه كان يعاني في ظل أغلبية جمهورية، الآن حتى الديمقراطيين حصلوا على مجلس النواب، وبالتالي عليه أن يكون أكثر مرونة في تمرير بعض القضايا، سيقدم تنازلات في قضايا معينة ولتمرير قضايا أخرى، العلاقة ستشهد حالة من الشد والجذب، لكن في النهاية هناك نوع من يعني نوع من التقاط الأنفاس، لأن هناك قضية أكبر تشغل أمريكا الآن، فكرة العنف والمجتمع الأمريكي وانتشار الأسلحة والقتل وهذا العنف، يعني هناك الآن بدأ يستشعر النخبة الأمريكية أن يعني استمرار الطرفين في حالة الشد والجذب والاستقطاب وهذا الخطاب والحرب الإعلامية والحرب النفسية والحرب الكلامية بين الأمور ربما تنعكس على بنية المجتمع الأمريكي، هذه ربما القضية التي سنشهد نوع من تراجع الخطاب إلى حد ما، وهذا حتى ما ظهر في خطاب بلوسي أنه يعني فكرة التعاون، الشفافية، المحاسبة، وأيضا خطاب ترامب اليوم، لأن المجتمع الأمريكي الآن هو يواجه مرحلة انتقالية مهمة، واجه تحديات كبيرة، فترة ترامب كانت من أكثر الفترات جدلا، حتى انتخابات الكونجرس يعني التجديد النصفي لم يكن أحد يهتم بها في الفترات السابقة، أصبحت الآن تحتل زخما كبيرا وإعلاميا. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام، شرفتنا يا فندم جدا، شكرا دائما موصول لكم لمتابعة حلقات الاتجاه الشمالي، نلتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد، إلى اللقاء.